منذ استلامها مقاليد الحكم في أفغانستان لم تفي حركة طالبان بأقل الوعود التي قطعتها على نفسها، فتشددها وتعصب أفكارها تجاه الشعب الأفغاني يزداد، وأصبح الخناق يلف أعنقة النساء فيها. وفي إطار الرد الدولي على قيود طالبان ضد النساء ومنعهن من التعليم الجامعي والوظائف الحكومية، أعلنت واشنطن فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد حركة طالبان كرد على قراراتها الأخيرة المجحفة بحق النساء الأفغانيات. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع دول حليفة بهدف جعل طالبان تدرك أن تداعيات مهمة ستترتب على أفعالها التي ستغلق الطريق أمام تحسن علاقاتها مع المجتمع الدولي.